السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي الباحثين وطلبة الدراسات العليا. طبعا أغلب الباحثين اللي يكتبون الريسيرش بيبر الخاص بهم باللغة الإنجليزية، لكن ممكن بعض المجلات اللي هي ضمن مستوعبات سكوباس أو غيرها أنه تطلب من عنده يوفر الأبستراكت الخاصة ببحثه باللغتين، مثلا العربية والإنجليزية، أو بالأطاريح بصورة عامة، أطاريح الدكتوراه أو رسائل الماجستير مطلوب من عنده أثناء تهيئة الأطروحة أو رسالة الماجستير أنه يوفر نسخة من الخلاصة باللغة العربية ونسخة من الخلاصة باللغة الإنجليزية. يعني ممكن بسبب استخدام اللغة الإنجليزية المستمر راح يعني الباحث ممكن ما يكون عنده إلمام كامل بالتدقيقات النحوية واللغوية الخاصة باللغة العربية، بحيث يكتب نص متكامل تشكيل رائع، وكذلك النحوية الخاصة مالته بي تكون رائعة. فشلون نقدر انه احنا نكتب خلاصة باللغة العربية او بالانجليزية بدون ما نحتاج مقوم لغة عربية انه يقيم لنا اياها ببرنامج مجاني؟ برنامج صحح لي، هذا البرنامج بالضبط تماما يشبه برنامج جرامري للغة الانجليزية، وانا سبق وشرحت عنه بقناة اليوتيوب. هذا البرنامج راح يفيدكم كثيرا. اول شغلة انه هو برنامج مجاني، بس الشغلة اللي بي أنه أنت من حقك تستخدم باليوم الواحد 300 كلمة كنص مكون من 300 كلمة. يعني إذا تريد تبحث مرة ثانية لازم على اليوم الثاني، يعني تمر 24 ساعة يلا تقدر أن تسوي تيست بي مرة ثانية. فتدخل على مجرد ما تكتب بالجوجل بصورة عامة برنامج صحح لي، تدخل على اليمين هنا صحح لي أفضل موقع عربي في التدقيق اللغوي والتشكيل. بعد ذلك أول خطوة تروح إلها على أوبشن اسمه صحح الآن اللي هو هنا موجود، ده يقول لك تسجيل دخول أو تسجيل جديد. تلقائيا هنا ندخل على نيدل الإعلان الأوبشن، هذا الخيار اللي هو صحح الآن. تمام، بعد ما أنه أنت إذا ما عندك حساب تسجل أول مرة، أنا هسه فتحت حساب إنه ما مسويه قبل، ليس لديك حساب، إذا تسجيل جديد. عندك طريقين للتسجيل، أما عن طريق الجيميل اللي أنت في بإنه فاتح حسابك بالجوجل، أو عن طريق إنه أنت تعمل يعني اسم ويوزر، ويعني بس راح نلاحظهم. شوي الإنترنت ضعيف. عندك خيارين، اما الاسم كامل بريد الكتروني كلمة مرور سجل، او عن طريق الجيميل اللي انت موجود حاليا بصفحتك به. فراح اسجل انا تلقائيا عن طريقه، اكتب التسجيل عن طريق تشوف. اخذ الحساب هو تلقائيا، يقول لي انه عن طريق هذا الايميل، اقول له اوكي كونتينيو. طبعا اذا حسابك معرف فراح يقول لك استمراريه، يعني اذا حسابك كان بالجيميل انت تستخدمه باللغه العربيه، فمجرد انه هاي الاوبشنات حتتغير عندك باللغه العربيه. تلقائيا تسجل، شوف لاحظ التسجيل دي جدا بسيط. هسه انت تلقائيا من عندك نص باللغه الانجليزيه تاخذه للغه العربيه، شنو تسوي؟ وين احنا نسوي بصوره عامه؟ نروح ناخذه انه موافق تم انشاء حساب بالنجاح، ناخذه بالجوجل بصورة عامة. هنا عندنا نعمله، راح نسوي ترانزليت، بس الترانزليت هذا اللي خاص بالجوجل بصورة عامة ما يوفر لي تصحيح لغوي. بتاخذ هذا النص تروح على البرنامج. هسه تلقائيا انت عندك خيارين، خيار تصحيح وخيار تشكيل، راح نجي نفهم كل خيار شنو يعني وين استخدمه. هنا تدخل النص، مجرد ما انك تعطي كوبي بيست عندك خيارين. الخيار الاول ابدا التصحيح، يعمل لك اما تدقيق املاء ونحوي او تريد فقط تدقيق املائي. التشكيل يعيد لك صياغه الجمل، خاصه لبعض الباحثين اللي يعني مثلا يكتبون بحوثهم اصلا باللغه العربيه، ممكن تظهر له استلال يحتاج اعاده صياغه للجمل، بس تكون اعاده يعني اعاده التشكيل او اعاده الصياغه يكون بشكل صحيح، فراح يستخدم الاوبشن الثاني. فهسه احنا نريد شنو؟ ابدا التصحيح، يصحح لنا هذا النص.
عندك خيارين بتدقيق املائي ونحوي. لو تدقيق املائي فراح اقول له اني الشامل اللي هو تدقيق املائي ونحوي. عندك التشكيل يغير لك كل اذا انت تريد تعمل تشكيلة او اعادة صياغة. تريد تشكيل كلي يعني يعيد لك صياغة هذه الباراجراف بالكامل، يعني اقصد انه القطعة بالكامل، او تشكيل مثلا اواخر الكلمات. صراحة تشكيل الزامي يمكن اللغة العربية يفهمونه اكثر من عندنا، بس احنا نريد نستخدمه بشكل بسيط اللي هو ابدأ التصحيح. نصحح الاوبشن، التحميل مالته جدا بسيط، ياخذنا حيعرض لك ريبورت على الجانب نعطيك فيه الاخطاء الاملائيه والاخطاء النحويه واخطاء علامات الترقيم واخطاء الشائعه. هسه الاخطاء الاملائيه ايش قد يقول؟ يقول اثنين هذا وهذه الكلمه الرئيسيه يعتبرها من الاخطاء الشائعه، تحسين الطباعه وغيرها. يعطيك وكانه ريبورت تقرير كامل. هسه انت شنو حتقول له؟ تقول له عدل النص، تمام؟ تعديل النص. حسن هنا ينطق الأخطاء الإملائية اثنين، الأخطاء النحوية، ويعرض لك ياهن بالتفصيل. هسا أنت شنو حتقول له؟ حتقول له عدل لي النص، يعني على أساس الأخطاء اللي ظهرت. هسا هو تلقائيا عدل لك النص بهذا الأساس، تمام؟ تاخذه كوبي بيست وتستخدمه يعني المكان اللي أنت تريد تستخدمه. صراحة أنا أنصح بهذا البرنامج يعني بكثرة الباحثين. أول شيء هو مجاني، ما ياخذ وقت من الباحث او غيرها، وكذلك يقدر يستخدمه بسهوله. وهذا يعني البرنامج راح يغنيك انه انت تبحث عن مقوم لغوي باللغه العربيه يتاكد لك انه من الجمل وارتباطها والفعل والفاعل والمبني المجهول وغيرها، يعني راح يفيدك ان شاء الله. وهو موقع عالمي ومستخدم، وتقدر تقرا انت الستاف كومنت عليه. عديد من الباحثين يعني مؤكدين ومؤيدين ان هذا الموقع جيد جدا، وكذلك بخصوصيه يحفظ المعلومات اللي انت تدخلها just like grammarly باللغه الانجليزيه. ان شاء الله يفيدكم هذا البرنامج، حبيت افيدكم به. نلتقي بكم ان شاء الله. اذا اي معلومات تفيد بالبحث العلمي، تكنولوجيا حديثه تقلل الجهد عليكم وتزيد من سرعه الانتاجيه، ان شاء الله نحاول النشر ونوضح لكم بالقناة. نلتقي بكم إن شاء الله بفيديوهات أخرى. دمتم بأمان الله وحفظه.